كنهضر بالعربية ولا نو بروبليم كيما تحب. ما تحب انت؟ انا يعني انا قلت كلمة نظن مهمة على خالد، هو يشرفنا خطرش، هو فنان دولي وهذا الشرف لكل بلدان المغرب سواء تونس او الجزائر او المغرب، و يعني كان نوع الراي لليوم، يعني تمشي في اي بلاد يعني كان امكانيات تسمع الراي في الديسكوتيك في كلوب. انا بنفسي يعني حكيت على فيتنام مثلا في الراي معروف، حكيت على مصر، حكيت على الاردن واليمن، ما حكيش على برازيل مثلا في مسلسل برازيلي تسمع خالد، مسلسل يعني مشهور في البلاد. هذا الشيء اللي كان يعني بصفه عامه. شكرا شكرا.